اهلا بكم مشاهدينا في حصاد جديد من برنامجنا وبرنامجكم الحصاد، اتنين من اهم الموضوعات الاقتصاديه الزراعيه اللي هنناقشها النهارده ان شاء الله في الحصاد. اول موضوع معانا النهارده هنتكلم فيه هو نباتات الزينه وزياده الصادرات الخاصه بها، والحقيقه انه نباتات الزينه في مصر حققت طفره كبيره جدا جدا في السنوات الماضيه، حتى انه يعني اصبح التصدير عندنا له شكل خاص وأيضا يعني نقدر نقول عليه ذات طابع خاص من الصادرات المصرية واللي بيتميز بيها التصدير الزراعي في مصر. هيكون معنا في هذه الفقرة دكتورة نجلاء عليوة أستاذ نباتات الزينة بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، واللي هيكون معنا إن شاء الله في فقرتنا الأولى. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي، وهو يعني يعتبر موضوع مكمل ل يعني هذا الملف. فأيضا هنتكلم عن هذا المتحف ليه تم افتتاحه في هذا العام في الخريف، يعني الخريف معروف دائما انه بعيد كل البعد عن الزهور و يعني نقدر نقول الإظهار بشكل عام، ولكن لأول مرة بيقام معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي. خلينا يعني نستقبل في هذه الفقرة مهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، واللي هيكلمنا عن تفاصيل أكتر إن شاء الله عن هذا المعرض. ولكن كما هي العادة نبدأ ونستهل هذه الحلقة بفقرتنا الإخبارية، اللي أول خبر فيها بيقول منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء تتعامل مع 62568 شكوى واستغاثة خلال أكتوبر. تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62568 شكوى وطلب استغاثة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية، وده لإزالة أسباب تلك الشكاوى. أيضا تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957 طلب، وتم توجيه 46613 عفوا شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15344 شكوى، وده وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة. منها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى وإزالة أسباب الشكوى، وجاري استكمال فحص 611 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها. خلونا ناخد تفاصيل أكتر من أستاذ عيسى مرشد مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة الأخبار. أهلا بيك يا أستاذ عيسى. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين الكرام. اهلا بيك يا فندم. يعني خبر من الاخبار اللي لم تتداول كثيرا الحقيقه، واللي يعني لم تطلق من داخل مجلس الوزراء، 62000 شكوى 568 واستغاثه خلال شهر اكتوبر فقط تم تصفيتهم ومراجعتهم. خلينا نتكلم عن تفاصيل منظومه الشكاوى. عايز اقول لحضرتك وللساده المشاهدين الكرام ان منظومة الشكاوى الحكومية دي حققت تفاعل مهم بين المواطنين في الاماكن الشعبية ومناطق التجمعات والمحافظات المختلفة، وعمل التواصل مع المسؤولين من خلال هذه المنظومة. انا بوجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هذه المنظومة وهذه البوابة الخاصة بالشكاوى الحكومية والتفعيل الايجابي لكل شكوى واستغاثة على مدار كل شهر. أنا شايف أن شهر أكتوبر شهد إقبال كبير من المواطنين، وتم استقبال هذه الشكاوي والطلبات والالتماسات من وزارات مختلفة، أولها التموين والتجارة الداخلية بنسبة 13%، وزارة التضامن الاجتماعي 11%، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 10%، التربية والتعليم 9%، الصحة والسكان 7%، والداخلية 5%. أنا بقول ما تم في هذا الأمر يؤكد أن هناك منظومة متكاملة للتعامل مع شكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها، ثم الاستجابة للشكاوى المعقولة التي تستند على طلبات واقعية
بعيدا عن أمور التهويل والتهييس، ثم هذه الأمور بتتم وفقا لفريق عمل متكامل جوه بوابة الشكاوى الحكومية. دول بيعملوا ليلا ونهارا على إزالة أسباب الشكاوي وتحقيق العديد من النتائج. وأنا ما أرى أن ما تم في الأشهر السابقة يؤكد أن التمتع والإيجابية اللي حققتها منظومة الشكاوي بينها بين المواطنين وبين الوزراء والمحافظين والمسؤولين، تحية لهم جميعا، لأن الكل يعمل وفق آلية محددة. التقرير اللي عرضه الدكتور طارق الرفاعي المسؤول عن منظومة الشكاوى الحكومية يؤكد أن هناك مجموعة من الإجراءات تتم بصورة متكاملة وتعمل كلها على الاستجابة لكل الطلبات، وده بيؤكد أهمية تواصل القنوات مع المواطنين، وده بيؤكد التحسن في الاستجابة وتيسير الخدمات، لأن رئيس الوزراء كان حريصا كل الحرص على المتابعة أول بأول في إطار هذه المنظومة والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات عشان عمليات الحل. أنا بقول ما تم في هذا الشأن الشكاوى الخاصة بالأمن يؤكد استجابة وزارة الداخلية للعديد من الاستغاثات اللي قدمها المواطنين وعملت على حلها بصورة إيجابية. الشكاوى بتاع المياه الشرب والصرف الصحي في إحدى المحافظات حققت نجاحات كبيرة، ثم محافظات الجنوب. على جانب آخر هناك شكاوى خاصة بالكهرباء، ودي بتعتبر أقل القطاعات تلقي للشكاوي، لأن نسبة الأعطال الحمد لله قلت وتكاد تكون معدومة بصورة متكاملة، لأن هناك قفزة كبيرة في إنتاج الطاقة، ومصر تحولت إلى مركز عالمي للطاقة، أصبحنا الآن نتعامل مع الكل بصورة إيجابية. جانب آخر الشكاوى الخاصة بعمليات الغاز الطبيعي، وده تبع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتم التعامل معها بصورة متكاملة. شكاوي فواتير المياه والكهرباء والغاز، ودي رئيس الوزراء وجه بالتركيز عليها وفحصها والعمل على التيسير على المواطنين. وأنا بقول نماذج الشكاوي اللي عرضتها المنظومة نماذج تؤكد أن هناك تجاوز في بعض المناطق وبعض الأحياء، وإحنا بنقول القائمين على أمور المية والكهرباء والغاز عليهم أن يراجعوا العدادات بصورة منتظمة عشان تخفيف العبء على الناس وما يدخلهمش في شرائح جديدة، وده بيعتبر شيء مكروه لأني بيركبوا شهور على أخرى ويرفع نسبة الاستهلاك ويدخل المواطن في شرائح أخرى ويرفع الشريحة نفسها كمان. وده بيعتبر بقول يا جماعة القائمين على قراءة عدادات الكهرباء والمية والغاز بنشدهم ان هم ينتظموا فيها ويخففوا عن الناس وياخد القراءة الحقيقية، ولو القراية الحقيقية دي فيها اي تجاوزات هيتم حلها فورا، لان التقديرات الجزافية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي كانت جايبة صور متداولة لبعض الكشافين في بعض القطاعات قاعدين على مقهى وبيضربوا الفواتير. انا بقول يجب أن تنتهي هذه الصورة إلى الأبد، والكل عليه أن يعمل في إطار متكامل في إطار الدستور والقانون وفي إطار اللوائح الخاصة بشركات الغاز والمية والكهرباء، وكمان زيادة وعي المواطن نفسه كمان أستاذ عيسى. يعني من الحاجات اللي زادت بشكل كبير، احنا بنتكلم في 62568 شكوى، ضرورة انه يعي كمان هو يعني ايه هي النسبة اللي بيستخدمها بالظبط، ويبقى عارف انه لو في تلاعب من قبل القراءة او ما الى ذلك يبدأ ان هو يتوجه الى يعني اقرب فرع لوزارة الكهرباء ويبدأ يتعامل بشكل يعني اكثر تنظيما، ويطالب بحقه كمان، ويطالب بفكرة انه يستكشف عن الشريحة المستخدمة بشكل كبير. بشكرك جدا أستاذ عيسى مرشد مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة الأخبار على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا يا فندم.
قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الأسنان الصيادلة والحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة مارس 2020. أما فيما يتعلق بالشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح. أيضا أن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي أو كشف الهيئة وفقا لتقييم لجنة الاختبار. بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعددا من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين. واشتمل البروتوكول على التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الاختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية وورش العمل والندوات البحثية العلمية، وده في مجال البحث العلمي والمؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة وأيضا المسابقات الدولية التي تتم لدى الطرفين. على هامش فعاليات توقيع البروتوكول، تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع، وده بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأكتيني للجازولين المصري، والذي يعد أحد الركائز للتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة. على ذكر جامعة القاهرة، النهاردة كمان كان في يعني واحدة من الحقيقة الأحداث اللي بتعد فخر لجامعة القاهرة، ويمكن لأني أنتمي لهذه الجامعة التي أفخر دائما بها، ولأني أنتمي كمان إلى الحدث اللي حصل النهاردة، وهو مركز إعداد قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة. النهاردة حصل على ثلاث جوائز استثنائية للأيزو، والحقيقة أنه يعني من المراكز في كل الجامعات المصرية اللي بيعد من أعرق وأهم المراكز اللي بتؤهل الدارسين والمدرسين وأيضا الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كمدرسين في الجامعات المصرية. حصوله النهاردة على ثلاثة من الجوائز أو ثلاثة من شهادات الأيزو من أكبر منظمة، خلينا نقول، أو شركة يعني بتعطي شهادات جودة على مستوى العالم، بتثبت يوميا أنه جامعة القاهرة وكل ما يخص جامعة القاهرة من إعداد كوادر يعني حية وكوادر تخدم المجتمع يعني بيكون على أعلى قدر الحمد لله من المسؤولية. فمبروك لجامعة القاهرة ومبروك لكل حدث يجعلنا فخورين دائما بهذا الصرح العريق. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للنزلاء والسجون بمناسبة المولد النبوي. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، قرر وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من غد الاثنين حتى الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلام قيم حقوق الإنسان
وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. تفاصيل أكثر من أستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية باليوم السابع، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك يا فندم. يعني كما تعودنا دائما، يعني كما يقال الرحمة فوق العدل والرحمة تعلو القانون، دائما ما يعني نأخذ هذه البشرة أو هذه الحكمة من وزارة الداخلية في مثل هذه المناسبات. بدءا من يوم الاثنين يتم منح زيارة استثنائية واحدة، يعني خلينا نكشف عن تفاصيلها أستاذ محمود عبد الراضي. يعني حضرتك عارفة أن المسجون أو النزيل في السجون بكل عدد من الزيارات بيستقبل فيه أهله وذويه تقريبا بيكون لي زيارتين خلال الشهر، بواقع زيارة كل 15 يوم، وده طبقا للوائح قطاع السجون المنظمة للزيارات الرسمية للسجين. كمان في المناسبات الدينية والوطنية بيصدر أحيانا قرارات من وزارة الداخلية بمنح السجناء زيارة استثنائية لسجين خلال المواسم سواء الدينية أو الوطنية، حتى يتسنى للسجين انه يقدر يقعد مع اهله، انه يقدر يقدم اهله ويقدموا له التهاني مثلا بمناسبه المولد النبوي، ويكون اتاحه كبيره للسجين انه يشوف اهله في الشهر بدل ما يشوفهم مرتين لا يشوفهم ثلاث مرات. وده امر معمول به في كافه المناسبات الدينيه والوطنيه، وبتنظمها قطاع السجون على مدار عده ايام بالسجون على التوالي. يعني بشكرك طبعا جدا استاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخليه باليوم السابع، ونتمنى يعني انه هذه الزياره تكون بمثابه تخفيف عن نزلاء السجون بشكل كبير، ودائما يعني ما تعلو القيم الانسانيه لحقوق الانسان في مثل هذه المناسبات من قبل وزاره الداخليه. من ديوان الزراعة برامج لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50,000 لمكافحة الغش وحماية الصحة العامة. قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إن وزارة الزراعة تكثف جهودها لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية وعلى جميع المستويات لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50,000 مطبق يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي بدلا من 10,000 من مطبقي المبيدات يتم تأهيلهم للعمل كمطبقي مبيدات في نهاية الشهر المقبل للحد من ظاهرة غش المبيدات وحماية الصحة العامة والبيئة. أضاف عبد المجيد إن هذه البرامج تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة وتطوير وعي المتدربين ومعارفهم بالمستجدات الفنية والعلمية وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على إنه تدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات. من الزراعة أيضا فحص 5,000 طن تقاوي بطاطس مستوردة من أوروبا. قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الموانئ المصرية استقبلت 5,000 طن من تقاوي البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مضيفا إن الحجر الزراعي يواصل أخذ عينات وفحص الشحنة واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة المتبعة والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة. وأيضا أضاف العطار إن هناك إجراءات رقابية مشددة لاستقبال باقي شحنات تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لزراعات الموسم الجديد سواء الإنتاج المحلي أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية. أيضا أشار إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة للحجر الزراعي لاستيراد التقاوي للبطاطس للموسم الجديد بلغت 180,000 طن، وتابع رئيس الحجر الزراعي إن جميع الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية. أيضا يتم فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ وصول الحجر الزراعي وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البني بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض. وزير التنمية المحلية يشكل فرق رصد ميداني لمخالفات الأحياء.
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية. وذكر بيان للوزارة اليوم أن شعراوي طالب فرق الرصد بالاستماع لآراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم. هذا بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطرق والميادين الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء. شدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسؤولية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة. من المالية 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية طبقت الحد الأدنى للأجور. استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقرير لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية والذي بدأ تنفيذه طبقا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي موجها بضرورة واستمرار التنسيق مع المسؤولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة. أكد الوزير أن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث انتهت من 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلا وإصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي. تنتهي 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة والتي تمثل 781 وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي نظرا لتأخرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميا، بينما أفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، موضحا أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور. حماية المستهلك يلزم الشركات بصيانة الأجهزة وذلك أثناء الأجازات والعطلات الرسمية. أكد اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي الخدمات للصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الأجازات والأعياد والعطلات الرسمية طبقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. أوضح عبد المعطي أن مجلس إدارة الجهاز اتخذ قرارا بالإجماع بإلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة أو أي سلع أخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية على مدار العام، وكذا إلزامهم بإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين. أكد رئيس الجهاز على ضرورة إلزام كافة الموردين ومقدمي الخدمات بتوثيق أوضاعهم وإعلان خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين كافة، وشدد على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لنص مواد قانون حماية المستهلك، وطبعا هذا القانون رقم 20/21/25/66. مبادرة 100 مليون صحة، الحرص على النظافة الشخصية يحمي من الأمراض.
قالت مبادرة 100 مليون صحة إن المحافظة على النظافة الشخصية للأطفال والالتزام بالعادات الصحية يحمي الطفل من الإصابة بأمراض مثل الإسهال والقيء أو الإصابة بالديدان المعوية والتي تسبب الإصابة بالأنيميا. وأكدت مبادرة 100 مليون صحة توفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحي للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة. أوضحت المبادرة أيضا أنه يمكن التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التي تقدم للأطفال. إحدى خدمات أو الخدمات التي تقدمها مبادرة 100 مليون صحة تلك المبادرة الرئاسية التي حققت نجاح كبير جدا جدا في الأيام الماضية وما زالت أيضا تحقق نجاحات حتى الآن. بكده مشاهدينا نكون انتهينا وإياكم من فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي وأولى فقرتنا النقاشية واللي هنتكلم فيها عن نباتات الزينة وزيادة الصادرات، فابقوا معنا.